1 2 3 اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنتكلم على العظم بتاع الابر ليم. طب ايه راي حضرتك العظمه الاولانيه اللي هنبدا بيها؟ العظمه اللي اسمها الكلافيكل. طب العظمه الكلافيكل دي عايزين نعرف عليها ايه؟ اول حاجه العظمه دي موجوده هوريزونتالي ولا فيرتيكالي في الجسم؟ لا دي موجوده هوريزونتالي. طب ايه راي حضرتك العظمه دي لونج بون؟ طب فاكر انت اي عظمه لونج بون بيبليها ابر اند ولور اند وشافت في النص؟ لا ده المره دي هنقول ميديال اند ولاترال اند. طب ايه راي حضرتك الميديال اند بنعرفها ازاي؟ الميديال اند بتبقى راوندد اند، بتبقى دايره مدوره راوندد اند. طب واللاترال اند بتبقى فلات مفلطحه. طب ايه رايك دي قريبه من الاسترنال هسميها استرنال اند، ودي قريبه من الاكروميال هسميها اكروميال اند. طب ايه رايك حضرتك الشافت بتاعنا، الشافت بتاعنا عباره عن ايه؟ ده الوسط اللي بين الميديال اند واللاترال اند. طب ايه رايك بص كده لما احط صباعي او صوابعي كده ما بين الاثنين الاقي ان الشافت اتقسم لميديال 2 ثيرد ولاترال 1 ثيرد. اهو بص كده ميديال 2 ثيرد ولاترال 1 ثيرد. طب الميديال 2 ثيرد ده الانتيريور سيرفيس بتاعها كونفكس، طب اللاترال 1 ثيرد الاقيه كونكيف. طب ايه راي حضرتك بص كده يبقى ده كونفكستي انتيريورلي لكن ده كونكيف انتيريورلي. كونفكس يعني محدب، كونكيف يعني مقعر. طب ايه راي حضرتك الابر سيرفيس بتاع الكلافيكال سموث، طب اللور سيرفيس بتاعنا رف. طب ايه اللي عامل الرفنس؟ بص كده اول حاجه ناحيه تحت الجلد الاقي فيه هنا حته خشنه، ده مكان ليجمنت اسمه كوستو كلافيكولار ليجمنت فاسمي ده كوستو كلافيكولار ليجمنت امبريشن. طب وفي النص هنا ده جروف، هنا الجروف ده اسمه ايه؟ سب كليبياس جروف، تطلع منه عضله اسمها سب كليبياس. طب لما نيجي لاترالي الاقي فيه تيوبركل اسمها كونايت تيوبركل وطالع منها خط اهو اسمه ترابوزويد لاين، ترابوزويد لاين. طب الكلافيكل دي بتعمل لي كام جوينت؟ احنا قلنا دي هتقرب منين؟ من الاسترنال، بتعمل لي استرنال كلافيكولار جوينت. ودي تقرب منين؟ من الاكروميوم، اكروميوم كلافيكولار جوينت. طب والعظمه اللي بعد كده؟ العظمه اللي بعد كده اللي اسمها الاسكابيولا، من الواضح ان هي عظمه تريانجلر. مدى التريانجل، اي تريانجل في الدنيا ليه ثلاثه بوردرز وثلاثه انجل. طب المهم ان انا المفتاح بتاع الاسكابيولا الكافيتي ده اسمه جيلينويد كافيتي، لازم يبقى لاترالي. طب لاترالي ليه؟ عشان يخش فيه الهيومرس ويعمل لي الشولدر جوينت. طب مدى اللي هو ده اللاترالي يبقى دي كلها اللاترال انجل، يبقى دي الميديال انجل ودي اللور انجل او الانفيرور انجل. طب ايه رايك؟ مدى ده اللاترال انجل يبقى ده اللاترال بوردر وده الميديال بوردر وده الابر بوردر. يبقى انا كده عرفت ثلاثه بوردرز وثلاثه انجلز. طب انا عايز ثلاثه بروسيس. البروسيس الامامي ده اسمه كوراكايد بروسيس. طب والبروسيس الخلفي المفلطح ده اسمه اكروميون. طب الاكروميون متوصل بالشوكه بتاعت السباين، بالشوكه بتاعت الاسكابيولا اللي اسمها سباين اوف ذا سكابيولا. خد بالك دول ثلاثه مش اثنين، كوراكويد قدام واثنين اكروميوم وسباين ورا. يبقى ثلاثه بوردرز، ثلاثه انجل، ثلاثه بروسيسز او بروسيسز. طب ثلاثه فصه، الاماميه اسمها سب سكابيولار فصه. طب لما الف ورا اللي فوق السباين اسمها ايه؟ سوبرا سباينس فوسا. طب واللي تحت السباين انفرا سباينس فوسا. يبقى انا قلت دلوقتي ثلاثه انجلز، ثلاثه بوردرز، ثلاثه بروسيسز، ثلاثه فوسي. طب ايه كمان؟ هي العظمه دي يا شباب بتعمل لي كام جوينت؟ بتعمل لي مع الكلافيكل جوينت اسمه اكروميو كلافيكولار جوينت، فاكرين الاكروميو كلافيكولار جوينت؟ طب وايه كمان؟ مع الهيومرس تعمل لي جوينت اسمه شولدر جوينت، شولدر جوينت. يبقى لما نيجي نتكلم على الاسكابيولا ثلاثه بوردرز، ثلاثه انجل، ثلاثه سيرفيس، سوري تو سيرفيس، ثلاثه فصي،
ثلاثة بروسيسز، لاترال لاترال بورد، ميديال بورد، ابر بورد، ثلاثة انجل. ادي اللاترال انجل بتاع اللي فيها الجلينويد كافيتي، يبقى دي الميديال انجل ودي الانفيرور انجل. تو سيرفيس انتيرور وبوستيرور، الانتيرور في الساب سكابيولار فوسا، البوستيرور فوق السباين، سوبرا سباينس فوسا تحت السباين، انفرا سباينس فوسا. بتعمل مع الاكروميون الكلافيكل، تيجي تقرب تعمل لي اكروميو كلافيكولار جوينت، وهنا الشولدر جوينت. طب تعالى كده خلصنا العظم بتاع الشولدر جيرد. طب تعالى على عظمه الار، العظمه دي اسمها هيوميروس، ليها ابر اند لور اند وشافت. الابر اند زي الفيمر، في هيد هنا ويلسر كمسكرايت هيد، الهيد دي اللي بتعمل لي الشولدر جوينت، يبقى لازم تبقى الدايركشن بتاعها ايه؟ نفس الفيمر، ابورد فورورد وميديال. طب ورا الهيد النك، على طول الكونستريكشن اللي ورا الهيد ده اسمه اناتوميكال نك. طب مع الشافت، وصلت الابر اند مع الشافت اسمها سيرجيكال نك. طب سميتها سيرجيكال ليه؟ لانها سهل ان هي تتكسر، ولو اتكسرت لازم يبقى في تدخل جراحي نصلح العظمه. وهنا في ارتري وفيسل، ارتري ونيرف وفيسلز ممكن يتقطعوا ويتصلحوا جراحيا برضه. طب ايه رايك؟ لترالي الاقي فيه هضبه، الهضبه دي اسمها جريتر تيوبروزيتي، جريتر تيوبروزيتي. طب والصغيره الاماميه دي ليسر تيوبروزيتي، يبقى اذا دلوقتي لترالي جريتر تيوبروزيتي وانتيريورلي الليسر تيوبروزيتي. طب اللي في النص ده مين؟ ده جروف في النص، الجروف ده اسمه انتر تيوبيركولار جروف او بايسيبيتال جروف. طب ايه رايك؟ ده الشافت، لما انزل على الشافت لاترالي الاقي في ايه؟ الاقي في تيوبروزيتي هنا. التيوبروزيتي دي اسمها ديلتويد تيوبروزيتي، يبقى تمسك فيها عضله اسمها ايه؟ ديلتويد باسل. طب ننزل على اللور اند، احنا قلنا اللور اند بيبقى اسمها كوندايلز، الكوندايل الميديالي اللي هي ناحيه اليد اسمها تروكليا، والكوندايل اللاترالي دي اسمها كابيتشلا. التروكليا طالع منها بروسيس بارز اسمها ميديال ايبي كوندايل، طب والكابيتشلا طالع منها بروسيس صغير اسمه لاترال ايبي كوندايل. طب ايه رايك؟ فوق التروكليا في فصه، الفصه دي اسمها كورونويد فصه. طب فوق الكابيتيلم ريديال فصه، يبقى هنا بيخش الكورونويد بروسيس بتاع الالنا، وهنا الريديال هيد في ساعه الفليكشن. طب لما الف ورا كده الاقي في فصه هنا، الفصه دي اسمها اوليكرينون فصه، اوليكرينون فصه. طب ايه رايك؟ ايه الجوينتس اللي عملته العظمه دي؟ الشولدر جوينت فوق والالبو جوينت تحت، شولدر فوق والبو تحت. طيب نخش على العظمتين بتوع الفور ار، خد بالك دي كانت بتاعت الار، لكن دول بتوع الفور ار. اول عظمه ميديال اسمها الالما، شكلها عامل زي المعلقه، ليها ابر اند ولور اند وشافت. الابر اند فيه بروسيس هنا اسمه اوليكرينون بروسيس، اللي هو بيخش فين؟ في الهيومرس، في الاوليكرينون فوسا بتاعت الهيومرس. طب والبروسيس اللي تحت اسمه كورونايد بروسيس، كورونايد. الحته الاماميه منه خشنه اسمها النر تيوبروزيتي، النر تيوبروزيتي. طب لما اطلع لاترالي الاقي مكان للهيد بتاعت الريديس اسمه ريديال نوتش اوف الما، ريديال نوتش اوف الما. طب ايه رايك؟ الحته الديبريشن دي اسمها ايه؟ ده مكان التروكليا لما تخش عشان تعمل القلب، فده هسميه تروكليار نوتش، تروكليار نوتش. طب وده الشافت بتاعنا، ننزل على الشافت الاقي هنا دي الهيد بتاعت الالنا، والاقي لو حطيت ايديا كده الاقي فيه بروسيس اهو اسمه ستايلويد بروسيس بتاع الالنا.
طب وبالنسبه للشافت ادور على شارب بوردر اهو. الشارب بوردر ده باصص ناحيه مين؟ ناحيه الريديوس، فهسميه انتروسيس بوردر او لاترال بوردر لان الريديوس لاترالي. طب العظمه دي هتعمل لي كام جوين؟ هنصبر شويه لما ندرس الريديوس. الريديوس ادي الابر اند وادي اللور اند وادي الشافت. الابر اند الحته دي اسمها الهيد بتاعه الريديوس، شكلها عامل زي الديسك، عامل زي الاسطوانه، ديسك شيب. تحتيها على طول النك، النك النك. يبقى هنا دي الهيد، الهيد ودي النك. تحت النك في اليفيشن اسمه ريديال تيوبروزيتي، ريديال تيوبروزيتي، ريديال تيوبروزيتي. طب ايه رايك لما ننزل لتحت؟ ادي اللور اند، ادي البروسيس اللي واقف عليه الريديوس، اسمه ايه ده؟ ستايلويد بروسيس ريديوس. طب ايه رايك؟ بص كده، دول لما يقربوا من بعض كده الاقي الهيد دي تخش هنا في النوتش بتاعتها، الريديال نوتش بتاعت الالنا، والهيد بتاعت الالنا تخش في النوتش اللي هنا اسمها النر نوتش اوف ريديوس، النر نوتش اوف ريديوس. طب اللي في النص هنا مين؟ الشارب بوردر ده اللي هو اسمه اللاترال بوردر، والشارب بوردر بتاع الريديوس ده ميديال بوردر لانه باصص ناحيه الالنا، ده اسمه انتروسيس بوردرز، يمسك فيهم مين؟ الانتروسيس ممبرين. طب ايه رايك العظم ده عمل كام جوينت؟ من فوق عملوا الالبو جوينت اهو، بص كده اهو الالبو جوينت. طب ومن تحت الالنا مش هتعمل جوينت، الريديوس بس اللي هتعمل لي الريست جوينت، الريست، لكن الالنا ما بتشاركش في الريست خالص. طب وما بين الريديوس والالنا سوبيريور والانتروسيس ممبرين ده الميدل، واللي تحت ده الانفيريور، ريديو النر جوينت، ريديو النر جوينت. يبقى كده خلصنا كمان العظم بتاع الفور ار، الالنا والريديوس. طب تعالى على العظم بتاع الفوت. اول حاجه الكي بتاع الفوت ان انت تتحدد مين يا شباب؟ الصم. تعرفوا ازاي؟ الصباع الوحيد اللي فيه تو فالنجيز، يبقى الفينجر الوحيد، خد بالك في اللور لمب اسمهم توز، لكن في الابر لمب اسمهم فينجرز. طيب بص كده، كل صباع ليه بروكسيمال وميدل وديستال فالنجز، لكن ده الصباع اللي فيه ليه الوحيد البروكسيمال والديستال، يبقى ده الثم، يبقى انا كده لاترالي وكده ميديا، يبقى ده لو الصم يبقى ده مين؟ الليتر. طيب عايزين نتعرف على مين؟ على العظم بتاع الفوت الهاند. الاستيشن الاولانيه اسمها كاربل، اللي تحت او اللي بعديها اسمها بيتا كاربل، واللي في الاخر ده اسمها ايه؟ فالنجيز. طب الكاربل بونز انا قلت هبدا لاترالي، اول عظمه بتقابلني اسمها سكافايت، 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 بعديها امشي ميديالي ليونيت، ترايكويتريان، بيزي فور، سيسيمايد بون. تاني سكافايت، ليونيت، ترايكويتريان، بيزي فور. طب نخش على الخط اللي بعد كده، ترابيزي، ترابيزاي، كابيتيت، هاميت. تاني سكافايت، ليونيت، ترايكويتريان، بيزي فور. طب اللي بعد كده ابدا لاترال، ها ترابيزي، ترابيزاي، كابيتيت، هاميت. طيب ده الفيرست ميتاكاربل، سكند، ثيرد، فورث، فيفث، وبعد كده دول الفالنجيز. كل صباع ليه 3 فالنجيز، بروكسيمال وميدل وديستال، ما عدا الصمب بروكسيمال وديستال. الجوينتس اللي هتتعمل هنا اسمها كاربل جوينتس، ما بين الكاربل والميتاكاربل كاربو ميتاكاربل، وبين الميتاكاربل والفالنجيز ميتاكاربو فالنجيال، وما بين الفالنجيز انتر فالنجيال جوينتس. Thank you for listening.